بالتأكيد كلمة إلى كل المسلمين بالعالم، نهنئ كل المسلمين بالعالم على حلول هذا الشهر الفضيل. نتمنى أن يكون شهر خير وبركة على كل العالم، على كل البشرية، وبالتحديد أن ينهي العدوان على أخواننا وأعزائنا في غزة. إن شاء الله أنه تكون نهاية العدوان الغاشم من الصهاينة على غزة الحبيبة، وإن شاء الله يكون عام خير على كل الأمة الإسلامية وخصوصا العراقيين بصفة عامة وأهل البصرة بصورة خاصة. شكرا.